جينا احنا هنا واقفين هذه الوقفه الاحتجاجيه كنطالبوا فيها عده اشياء. اولا احنا من ذوي الاحتياجات الخاصه مغاربه كنحسوا في بلادنا اننا لسنا مواطنين بل مستوطنين. كنحسوا احنا بلادنا محقورين لان الحكومه اللي مشات عطات وعودات كاذبه لا اساس لها من الصحه، والان كنتظروا من الحكومه الجديده حكومه عزيز اخنوش اللي قال اغرس اغرس وقال غنهتم بالمعاق. نتمنوا انه هذا الشيء يطبق الارض الواقع. المعاق المغربي تهان بكل ما تحمل الكلمه من معنى. المعاق المغربي دست كرامته. المعاق المغربي ما بقاش عنده حتى شي قيمه. واش حنا كنطالبوا باشياء بسيطه من حق من حقوقنا المشروعه نص عليها الدستور المغربي، الا وهي مجانيه التنقل اللي كانت عندنا وتصادرت لنا وهي حق من حقوقنا و 30 سنه باش كنا كنتمتعوا بها. جات شركه الزا شركه اجنبيه اللي هي كتحس براسها انها هي بنت الوطن وحنا مستوطنين في بلادنا اللي كنموتوا عليه وكنحبوا بلادنا ومالكنا والرايه ديالنا وكنلبيو اي شيء كيقولوا سيدنا الله ينصرو. في حين كتجي الشركه كدينا المخافر الشرطه وكتسب الامهات والاباء وكتعايرهم بشتى الكلمات، كتمسهم في الاحاسيس ديالهم وكتمسهم بزاف الحوايج، لان درجه كتسمع واحد الكلمه العرج ولا العرجه ولا العمى ولا السمك وحنا في الدنيا تحد ما خرج منها سالم. حنا كنطالبوا الان كنطالبوا الناس المسؤولين والوزاره الوصيه كنطالبوا منها انها تفعل لنا الملف المطلبي مجانيه التنقل مجانيه الصحه مجانيه التعليم والمنحه الشهريه. ونزيدكم كذلك انا غادي ننتهز هاد الفرصه، راك طيبتونا بغلاء المعيشه وحنا ما خدامين ما ردامين، راه طبنا عباد الله. واش حنايا يلاه باقي كاع ما سخنا وتا بلاصتو عطونا في التصربيق بزاف هاد الشيء. حنا عيينا 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 بكل ما تحملوا الكلمه من معنى، راه اليوم دنيا وغدا دين. الله يجازيكم خير الجزاء. كنطلب من هاد الحكومه الجديده الا تستعمل سياسة الأذان الصماء، ألا تستعمل الوزارة الوصية سياسة الأذان الصماء. أقولها وأكررها عائشة المنار الزقيدية، أقولها وأصرخ وأنادي يا صاحب الجلالة يا صاحب المهابة، عنقتي المعاق وبستي المعاق وعطيتي المعاق الحق ديالو ولكن ما طبقش الأرض الواقع اللي هما كيمثلوا. وإلا سمعتي في التلفازة كيجي اليوم الوطني للشخص المعاق او اليوم الاحتفال، فكتشوف داروا للشخص المعاق في عنا الشخص المعاق انه مجرد تمثيل وكفى. عطيونا الانجازات اللي درتوا هذا المعاق، اش درتوا لي؟ ولا كرفصتوه؟ انا نقول لكم اش درتوا لي؟ هنتوه، سبيتوه، عيرتوه، همشتوه، احقرتوه، اصلختوه، كرفصتوه، ما خليتو ما درتوا لي، اش عطيتوا للمعاق؟ بالله عليكم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته وعند ربكم تختصمون، صدق الله العظيم. يا مالك الفقراء اجي تشوف هذه الحالة، يا مالك الفقراء اجي تشوف هذه الحالة. جينا هنايا باش نحتجوا على الأشخاص اللي في وضعية إعاقة كاملين، اللي هما كيتعنفوا باقين مازال كيتعنفوا في الطوبيسات، كيتعداو عليهم بزاف، كيلقاو المعاق راكب في الطوبيس كيبداو يهينوا فيه، يقول ليه لا خاص تخلص، هاد الشركة راه ماشي مغربية، هاد الشركة راه سبليونية. واش حنا في المغرب ولا حنا في السبليون؟ حنا راه ماشي في السبليون. الطوبيس راه كيدور في بلادنا وبلادنا راه بلاد السلم والسلام، كيتعداو على هاد الابطال هادو، ها هما راهو تاني راه باقي كيتعداو عليهم، كيحيدوا لهم البطاقات ديالهم، لقاو عندهم الفلوس كيحيدوا لهم الفلوس، كيحيدوا لهم التليفونات، كيسبوهم وكيهينوهم قدام الملاء وقدام المسافرين اللي هما في الحافله. وحنا جينا هنايا معتصمين قدام الولايه، غنعتصموا ان شاء الله، ما كان حتى شي حل راه غنعتصموا باش يكون شي حل، لاننا شحال من مره جينا هنا وما دار معنا حتى شي حل.
وحنا بغينا يكون الحل ان شاء الله من اليوم غيكون الحل. الا ما دار معنا حتى شي حاجه راه حنايا غنعتصموا هنايا. وعاش الملك محمد السادس، والله ينصره والله يشافيه لينا والله يخليه لينا، حيت هو اللي كاين، راه هو اللي كاين، الله ينصره.